أما أنت يا دبي يا مركز الفتن ومحط الرذيلة ويا مركز اليهود، فوالله يقول معلمي قلبتها عاليها سافلها أو كلت بتدميرها لن يبقى فيها شيئا على الأطلاق. عجيب. قلت له شنو السبب؟ قال هي مركز الفتنة وبيت الداء وهي السم الذي لا يراه العرب. دام الصيف هالسنة حاط العراق براسه، تعالوا خل اراويكم دبي سوت حل سريع وذكي للكهرباء. حاكم دبي من شاف الكهرباء ما مستقرة ما صارت عدة حكة بخشمة وقال هاي مؤامرة. بدون اي تفاهم اتصل على الوزير قال له الو عماد انا الكل الاماراتيين. حط على الوزارة سوالها شفتوا دليت هي وزيرها ولعب لعبة ذكية خلى الكهرباء تستقر خلال 6 اشهر بدون ما تخسر الدولة ولا فلس. خلي يشوفون البهائم اللي عندنا هاي التجربة. اتفق ويا اهل دبي قال لهم تعالوا خلينا نطب شراكة ونسوي شركة قطاع خاص بيها اسهم ونسوي الكهرباء تجاريه مو وزاره حكوميه، براس الشهر هم تجيكم ارباح الاسهم مال الشركه وهم كهربائكم يطلع عليكم ببلاش. لم فليسات الناس وراح بيهن للصين وكوريا والمانيا. الجماعه ما قصروا وسووا له شركه كهرباء عملاقه تلوق لها الوجه وسموها هيئه الكهرباء والماء وكتبوا له تعهد اذا رمشت الكهرباء عندكم دقونا عشائريا. اريدك تنتبه لزين، هذا كله كلف 26 مليار دولار، مو مثل البعض صارفين 50 مليار دولار على وزاره تنطي كهرباء ثمره وسوى مدينه سماها مدينه محمد بن راشد للطاقة البديلة، وأعلن أنهم سنة 2050 راح يخلصون من المحركات اللي تشتغل على الوقود ويصير كهربائهم طاقة شمسية ورياح وبعد شغلات ما أدري شنو هي. خلاصة الموضوع، الزعيم من يقطع عليك الكهرباء بالعراق يريدك تبقى بنفس حرارتك الثورية، السبلت والهواء البارد راح يخليك تقوم الطالب بشغلات تافهة، جواز محترم وأمان وتعليم بيحاط، هيك تحسها سوالف مال ناس تريد الدنيا وما تدور آخرة. أنت ياهو